تعمل ميسون التي درست الفيزياء على إعادة تدوير النفايات بطرق مبتكرة، حيث تصنع الأناتيك والأكسسوارات من مخلفات قوارير المياه وورق الصحف، وتقول إنها تسعى لزيادة مدخولها من خلال هذه الأعمال بالإضافة إلى المحافظة على البيئة. المخلفات زي الجرايد والباغات بتاعت المياه الغازية والمياه المعدنية والمعادن، فكرة بسيطة غير صعبة التنفيذ. فنبدأ من قاعدة، من القاعدة من تحت، وبنوصل القطع في أربع اتجاهات، وببدأ بإني برمم واحدة بعد الثانية. بنهاية تلقينا بتصل ممكن لشكل ممكن يكون أكثر من كده أو أطول حسب ما أنت عايز. وجدت الأناتيك والإكسسوارات المصنعة من النفايات استحسانا وقبولا لدى الكثيرين، خاصة المهتمين بشؤون البيئة. أفتكر أن هذا مشروع رائع جدا، ويمكن يبشر بكثير، لأنه موضوع إعادة التدوير والريسايكلينج للمواد بتاعت الورق والبلاستيك مهمة جدا. فالحاجة دي أساسا هي بتساهم في تلوث البيئة، فلما هم يستخدموها لاستخدام بيكون عنده عائد وبيحل مشكلة مادية، فأنا يخلي الحاجة دي بتكون دائرة رعاية من الدولة ذاتها. وميسون هي واحدة من عشرات الشباب الذين لديهم أفكار جديدة لمواجهة الظروف الاقتصادية القاسية بمشاريع مبتكرة، وشاركوا في مسابقة نظمها المجلس الثقافي البريطاني ومجموعة ريادة الأعمال الشبابية في السودان للتنافس حول مشروعاتهم. الموضوع مرتبط أساسا بزيادة الوعي في إنه الشباب لديها طاقات يمكن أن ينتجوا، يمكن أن يعملوا، ونحن دورنا في المجلس البريطاني الثقافي البريطاني إنه ندير هذا البرنامج بالتشاور مع شركائنا لنرتقي بهذه الشريحة وتكون مساهمتنا إيجابية. المشاريع المقدمة تنوعت ما بين تدوير النفايات بطرق جديدة واستزراع الأسماك وإنتاج اللحوم النعام بكميات تجارية، وهي ربما تكون نقطة تحول كبيرة في حياة هؤلاء الشباب في حال نجاحها. بالإضافة إلى القيمة الإبداعية لهذه المشروعات، فإن هنالك قيمة اقتصادية متمثلة في كون هذه المشروعات يمكن أن تنافس في الأسواق وبأسعار تنافسية أيضا. محمد عثمان، BBC الخرطوم.